كتير سنين عاملة في الدنيا؟ بطلة مترسمة والحمد لله. معلش بطلة مترسمة، بطلة مترسمة قريب تتحط في بطاقة تعريف هذه كمان؟ بيان سور تتحط فخرة أم لجوز أولاد، لا ربي في أولادي والحمد لله. كنت نخدم جاي الوقت شنو نقعد فيه في الدار، شنو نتلهى بأولادي بربيت أولادي. جو سوي فيغ دو سا. معناها ديما المرأة هي اللي تضحي بحياتها المهنية وبأحلامها وطموحاتها على خاطر الصغار. والله إذا كان باش يكونوا باش ربي جيل صاعد إن شاء الله بحول الله ربي وفقني في ربيتهم، بوركوا با، علاش ليه؟ علاش ما تلاقيش بأولادي؟ علاش ما نربيهمش؟ معناها ما تسميش هي تضحية، سوى شنو نخدم البرا ولا الداخل؟ أنا مش نخدم البرا، مش نعديهم كريش على أولادي. نهز يخدم نهزهم الصباح للكريش، نمشي انا نخدم، سا ديبون اولادي صاير فيهم نهار كامل، ومن بعد نروح للدار نقعد من با ساعه مع اولادي، هاو عشيها وفطورها ودرا شنيا، ماني مانيش بابا اولادي، جاي الوقت شنو نقعد فيه في الدار سي بون. دونك ما تسميش روحك بطاله، ربتو بيت. ربتو بيت بطله، علاش؟ المراه مش لازم تكون عمليه باش تكون. خدمت 14 سنه الحمد لله، كفيت ووفيت، خليت مكانتي مع عند صحابي، عند عروفاتي، عند الناس اللي تحبني، يزي جاي الوقت نشد الدار. بي دونك شنو رايك في النساء اللي تقول لك فادي قبل ولادي، معناها انا هي تخدم وغير مسؤوله تكون في الدار؟ ما لازمش تكون ام، سامحني اونتر بارونتيز، هي صغار نعمه من عند ربي، مادام ربي طعمها بالصغار ما نتصورش باش تكون ام، وحرام فيها كلمه ام اذا كان هي مش تخير فادها قبل كبادها، خاطر هي كبده البشر كي تنقصوا الكبده ما نجمش يعيش. هي اذا كان مش ينقصوها الصغار وباش تلهي بملذات الحياه حرام فيها كلمه ام. شنو باش نقول لك اكثر منها؟ دونك دور الام في الحياه، تحكي لي انت بما انك انت ام. دور الام بالنسبه لي انا، الام هي عرسه الدار من الاخر وعلى الاخر، الدار من غير عرسه ما تقفش. الام هي عرسه الدار، ما تقوليش بو، صحيح البو هو بو عنده مكانته في الدار، البو هو اللي يصرف، البو هو رجل الدار، البو هو الباب نتاع الدار، فهمت؟ ما الام ام زاده. الام هي العرس. اكيد. أكيد الأم هي عرسة الدار، وربي يفضل كل أم، وربي يرحم كل أم توفية، وذاك هو شو نقول لأي واحد، نقول له رد بالك على أمك، أمه حية. وعلى مرته زاد. أكيد هذيك حاجة أخرى، والحمد لله معناها هذيك المرأة شنو تخلي بلاصة عند رجلها، حتى وكان الرجل يكون ماهوش مسؤول، هي اللي تخليه باش يكون مسؤول على صغاره، باش تخليه مسؤول على داره، باش تخليه هو يحب الدار، هو يحب الصغار، هو يحب كل شيء. كما يقول لك كلمة من أول زمان، راجلك على ما تسنسو. هي علاش تسنس راجلها من الأول؟ تسنسو هو مسؤول، وتعلمه هو يقف للدار. لكن شنو رأيك في الرجال اللي يقول لك لا أنا اللي نجيب الفلوس، دونك أنا أهم إنسان وبلا بيا أنا تقف العائلة؟ ما هو حتى تفكيره هكاكا، مش بشرط هي الرجال الكل باش تكون كيف كيف. ونحب نقول له الرجل اللي خمم هكا، راهي الدار ماهيش ماكله وشرب ومصروف، هذاك واجب عليه. الدار حنيه لاولاد والصغار، ووقت لاولاد والصغار، ولا اكثر ولا اقل. لازم حتى صغاره كي يفقدهم يفقدوه في الدار يلقاو البو، مش لازمها تكون الام هي بو، ومعناها في غياب وفي حضور صعيبة ياسر. وما كي يبدا هو في الدار يعطي حنان للصغار، ويعطي وقت للصغار، يخلي وقت لمرته باش هي بالدار وبروحها. اوكي بي، انت حسيتك من كلامك ام ناجحه وكفيت في دورك، دونك حاسه بيك باش تعطي ديزاستوس للامهات الجدد باش انهم يقدوا ديارهم ونقولوا احلى. انا نحب نقول اللي للجيل الجديد، للجيل الصاعد، ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله وقتكم خير من وقت اللي فات. جو سوي اون مامون، ونعرف شو معناها الامومه والحنانه. المراه اللي فات تبدا حنينه، مش انا اللي باش نقول لها رد بيك على صغارك ولا ربي صغاركم يلفو. خافوا على صغاركم، ربيوا صغاركم للرخاء والشده، هذه اللي نقوله لكم. وراه وقتنا صعب 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 صعب، يعني اي ام لازمها ترد بالها اكثر من لازم، اكثر من لازم، اكثر من لازم. يا اختي يا خويا، راهي الخدمه ماهيش كل شيء، والخدمه مش باش تجيب لكم كل شيء. يخدم البو، وموا المراه هي اللي تقوم بصغارها وتربي صغارها، معناها اكثر من هكا مش باش تجيب بيهم انا باش يربيوا صغارها. بالحق الدنيا صعبت، وصغار مستحقين اميتهم.